ما هبدأ أحرك سلايسس. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة أبدأ بشكر المنصة العظيمة بصراحة، قوم شاقرة لإيدي حتى لنا الفرصة دي، في إنه إحنا نقدر نقدم ولو بسيط بمساهمة تساعد الشباب في إنهم كيف يقدروا يصلوا لتركيا وكيف يقدروا يواصلوا تعليمهم في تركيا. طبعا قبل ما نبدأ لكم طوال عن المنحة التركية وتقديمها كيف ومفروض الناس تعمل شنو، حابة أقدم لكم حبة عن هي تركيا، الحاجات الموجودة فيها، ثقافتها وكذا. تركيا الموقع الجغرافي المتميز اللي بتمتاز به، اللي هي موجودة بين قارتين، ممكن نقدر نقول بين آسيا وبين أوروبا. يعني أهم مدينة بالنسبة لتركيا إسطنبول، موجودة بين تقاطع قارتين، فيها جزء أوروبي فيها جزء آسيوي، حتى إنه إحنا بنقدر نصل في خلال 15 دقيقة نعبر من أوروبا ونمشي آسيا، والعكس صحيح بفضل التطور العظيم الموجود في وسائل المواصلات، في التكنولوجيا عموما، الحاجات الموجودة في تركيا. تركيا كمان بجانب آخر بسعيها والآن سعي حثيث في إنها تدخل في الاتحاد الأوروبي، اللي هي ما ناقصة عنه كثير. حتى الجامعات الموجودة فيها الختم بتاع الاتحاد الأوروبي، يعني الجامعة اللي بندرس فيها في تركيا، أي جامعة بتدرس فيها في تركيا تكون إن شاء الله باعتبار ما سيكون، ممكن تمشي بها أي دولة في أوروبا تعتبر من الجامعات المحترف بها. تركيا من المدن والمعالم المهمة بالنسبة لها. تركيا فيها كم مدينة؟ أول حاجة لو جينا نتكلم عن الحاجة دي، فيها 81 مدينة، 81 مدينة، وفي كل مدينة فيها جامعة خاصة بها. يعني التعليم لما أنت تشوف إنه في أي مدينة جامعة، بتعرف حجم التطور التعليمي الموجود في الدولة دي. أهم المدن الموجودة في تركيا إسطنبول، أنقرة، إزمير، أنطاليا، وفي المدن اللي هي باعتبارها كبيرة كمان لكن ما هي في نفس الحجم بتاعها، مدينة بورصة. طيب المميزات الموجودة في المدن دي، إنه أي مدينة فيها حاجة بتمتاز عن بقية المدينة الثانية. يعني مثلا فيها مدينة بتكون الصناعات بتاعتها مشهورة جدا، زي مدينة كوجل إزميت، أو مدينة بتكون مشهورة بزراعة الشاي زي شمال تركيا عموما، يعني مدن شمال تركيا، أو مدن بتكون مشهورة بصناعة السيارات أو التكنولوجيا وهكذا. يعني أبعد مدى ممكن نتخيله في التطور في تركيا. طيب حاجة دايرين نجيب فيها تاني، اللي هي الثقافة التركية. ثقافة تركيا، الطالب لما يجي تركيا هنا بيحس، ما يعني ما بيحس بأنه أجنبي قاعد في بلد غريب عنه، بس ما اختلاف حاجز اللغة. اللغة دي حاجة مهمة جدا، فيا ريت إنه من النصائح اللي حديكم لها قدام، إنه الناس لو عندها طريقة تتعلم اللغة التركية ولو شوية قبل ما تجي، بيكون بيساعدها كثير لما اتصلنا هنا في تركيا. الشعب التركي شعب حميم جدا، بيتقبل الأجانب بطريقة سريعة جدا، بيحاول كده يدمجهم في ما بينهم. وصفهم بالنسبة لنا حتى ما بيوصفونا، زي ما احنا مثلا بنوصف في السودان بانه ده طالب وافد او ده طالب اجنبي، لا احنا هنا بيستخدموا لنا المصطلح بتاع اولوسلار روسي اورانجي، يعني طالب دولي، او بيستخدموا لنا مصطلح مسافر اورانجي، يعني طالب ضيف. حتى انه مصطلحاتهم وخطابهم لنا بيختلف من منطقة لمنطقة بطريقة حميمية وطريقة صميمية جدا. المكون الثقافي الموجود في تركيا، طبعا كلنا بنكون عارفين تاريخ تركيا وتاريخ الدولة العثمانية، إنها كيف كانت مترامية الأطراف، كيف وصلت لأوروبا، كيف إنها وصلت لأواسط آسيا في أفريقيا كذلك. الاتساع بتاع الرقع ده خلاه إنها تكون دولة متعددة الأعراق مختلفة متجانسة في نفس الوقت.
فبتلقى انه اي اقليم موجود في تركيا بيختلف عن الـ الـ عن عن الاقليم الثاني بملابسه، بطريقه حتى اللهجه بتاعته بتختلف من منطقه لمنطقه. فدي كلها تراكمات لثقافات موجوده من الدول اللي كانت موجوده تحت نطاق الدوله العثمانيه. من الحاجات اللي اول ما تجي تركيا بتشوفها او بتشدك اللي هي العلم التركي، بيقدسوا جدا علمهم التركي في كل المناسبات الرسمية اللي هي بتصادفنا احنا في الايام دي برضو. المناسبات بتلقى انه الشوارع كلها حمراء بالعلم التركي، بيقدسوه جدا. لو العلم وقع على الارض بيكون مشكله كبيره بالنسبه لهم. فبتكونوا مشاهدين انتوا الحاجه اللي بتتكلم عن الاعلام في وسائل التواصل الاجتماعي او القنوات اللي احنا بنشوفها. الحاجات الثانيه اللي هتشاهدها في المجتمع التركي، الاهتمام بكبار السن، دي حاجه كده بارزه شديد، في انه زياراتهم الدائمه لكبار السن، احترامهم توقيرهم لكبار السن، تقبيل الايادي، الاهتمام برايهم في كل حاجه. دي برضو لفته عظيمه كبيره هتشوفها في تركيا بعد مجيئك لتركيا. الحاجه الثانيه الثقافات، زي ما احنا شايفين في الصوره الان قدامنا، الوجبات، القهوه التركيه، الشاي التركي، البقلاوة التركية، دي كلها حاجات مميزة ما هتلقاها في مدينة تانية. طيب لو جينا لموضوعنا الأساسي، موضوع الجامعات، في كم جامعة موجودة في تركيا؟ في حوالي 203 جامعة ومعهد موجود في تركيا. يعني إذا عندنا 180 مدينة، في كل جامعة زيد عليها معاهد زيد عليها كليات، حوالي 203، ده آخر إحصائية لما اتعملت في 2010. طيب البيئة اللي بيقدم لنا التعليم في تركيا، أو اللي بيقدم لنا إحنا كطلاب أجانب شنو؟ أي حاجة أنت كطالب بتستفيد منها، أول حاجة قبل ما نبدأ في موضوع التقديم لنا في تركيا، أي حاجة كطالب بتكون عندك لها امتياز، سواء كان في كرتك بتاع المواصلات. يعني إذا الكريت بتاع المواصلات أنت بتستهلك، إذا المواطن العادي بيستهلكه يمكن 100 ليرة مثلاً، الطالب بيستخدمه ب50 ليرة، يعني نصفه تماماً، وبيدوك مثلاً 90 أو 200 بتقدر تقضي شهرك كامل، تخفيضات عظيمة. بالإضافة لإنه حتى لو أقل شيء، لو مشيت مطعم مثلاً بتلقى إنه في قائمة بتاع الطعام 2، واحدة للإنسان العادي واحدة للطالب. بيسألك أنت طالب ولا عادي؟ فبتقول له طالب، فبيديك بسعر مخفض شديد. التخفيضات بتاعت السوبر ماركت، التخفيضات بتاعت الأسواق، كلها مقدمة للطالب عموماً. فأنت كطالب أجنبي كمان أكيد هتستفيد من النقطة دي. طيب الحاجات الثانية اللي موجودة في تركيا من الجامعات، أنا أعتقد ما قادرة أغير السلايد. لو قدرنا نغير السلايد، لو ناس محمد سامعني. طيب الجامعات في تركيا بتتقسم لثلاثة، في جامعات حكومية، في جامعات خاصة، في جامعات وقفية. الجامعات الحكومية دي اللي هي بيتم التنافس فيها على حساب النسبة، يعني نسبتك عالية بتتفاوض على حسب الجامعة. يعني مثلا من أعلى الجامعات المنافسة عالمية حتى في تركيا، في جامعة تسمى جامعة الشرق الأوسط، أورتودو أونيفرسيتي، طبعا بعدين لما هتقدم هتلقوها باللغة التركية. جامعة الشرق الأوسط من أفضل الجامعات، الدراسة فيها 100% باللغة الإنجليزية، دي برضو بتعتمد على النسب. نسبتك عالية اتأكد إنه هيكون عندك مقعد في الجامعة دي، مقر أنقرة. من الجامعات الثانية كمان اللي بتدرس حكومية وبتدرس باللغة الإنجليزية، جامعة اسمها بواز إيتشي، كمان جامعة كل أساتذتها من أمريكا، من بريطانيا، وقليل جدا من تركيا، من الجامعات المنافسة عالميا. بقية الجامعات، مثلا جامعة إسطنبول، جامعة إسطنبول تكنيك، على حسب التخصص، في تخصصات بتدرس باللغة الإنجليزية، في تخصصات بتدرس باللغة التركية. طيب الجامعات الوقفية دي هي في جزء منها نسبة من الحكومة، في جزء منها نسبة خاصة، دي برضو المنحة التركية بتدي لا بأس بها، مقاعد لا بأس بها فيها.
الجامعات الخاصة، ودي هي بتكون أقل في المساهمة في المنحة التركية، لكن طبعا للناس اللي دايرين يقروا على نفقاتهم الخاصة بيقدروا إنهم يقدموا ليها، زي جامعة أسكودار، زي جامعة أشك وغيرها من الجامعات الموجودة في أنحاء تركيا المختلفة، خصوصا بتكون متركزة في إسطنبول على الأكثر. طيب الجامعات حتى ما بتقدر من ناحية التطور التقنيات الموجودة فيها واهتمامها بالمعامل بالمكتبات، ما بتقدر تعرف إنه هل هي دي جامعة خاصة أو دي جامعة حكومية، كلها في المستوى واحد. مرة ثانية سلايد يوقف. أوكي. في الجامعة في الحرم الجامعي بيكون فيها مكتبة عملاقة جدا، متوفرة فيها الكثير من المراجع بمختلف اللغات، باللغة الإنجليزية، باللغة العربية، حتى باللغة التركية على الأكثر. الاحتياجات الضخمة بتكون موجودة في المكتبات داخل الحرم الجامعي، أو سواء كان في الجامعات أو في المكتبات الموجودة في المدن. في خدمة ثانية من الطالب اللي هو اللي بيسموها اليمكهانة أو المطعم داخل الجامعة، إنه مثلا وجباتك الثلاثة خلال اليوم، 3 وجبات ممكن عادي تدفع فيها 3 ليرة أو 2.5 ليرة، يعني حاجة بسيطة جدا تصل لإنه أقل من 20 جنيه سوداني، يعني حاجة بالشكل ده. فدي متوفرة في كل الجامعات بلا استثناء. طيب الجامعات عشان ما تريح الطلاب الأجانب على وجه الخصوص، في كل جامعة فيها مركز International Office أو مركز بتاع طلاب دوليين، ده بيقوم بيركز على النشاطات بتاعت الطلاب، تجوالهم داخل المدن، البرامج بتاع تقوية اللغات، الكلاب الخاص بكل تخصص، المؤتمرات وغيرها. دي كله مكتب بتاع طلاب دوليين موجودين في أي جامعة بيكون مركز في الحاجة دي، يعني أنت بتكون طالب يعني مهم جدا بالنسبة لهم. طيب تركيا بتوفر شنو لنا إحنا كطلاب؟ زي ما قلنا لكم، في المؤتمرات الدولية أو الجهات اللي بتهتم ببراءات الاختراع، يعني مثلا من أهم الحاجات الموجودة هنا في تركيا حاجة اسمها تكنوفيست. تكنو فيست للمخترعين، سواء كان عندك فكرة عشان ما تصنع عربية، عندك فكرة عشان ما تصنع طيارة، عندك فكرة عشان ما تطور، المهم أي فكرة تقنية بتكون تحت تكنو فيست. وكلنا إحنا شايفين الآن إنه الصناعة صناعة الطائرات كيف متطورة في تركيا، وأهم طائرة عندهم بايركتار، لو سامعين أو متابعين الوضع ده، فإنه كلها نتيجة لتكنو فيست، ونتيجة لفكرة بدأت من طلاب بتاعين جامعات في كليات الهندسية وغيرها. كذلك المعامل المتطورة جدا في داخل كل جامعة، والعلاجات، يعني في فترة كورونا بالذات مثلا العلاجات اللي كانت داخل المعامل دي بيحاولوا يطوروا فيها بالآلاف، في كل جامعة بتكون مركزة في النقطة دي، فالطلاب المختبرات الطبية والطلاب البيولوجي عموما عندهم بيئة مهيئة. طيب نجي لضالتنا اللي هي موضوع المنحة التركية. طيب المنحة التركية هي بتقدم الحكومة التركية كل سنة، اللي هو في الفترة من 15 يناير لحد 15 فبراير، لكل الطلاب حول العالم. يعني زي ما قلنا هنا البرنامج بتاع المنحة التركية أو تركيا بورسلري مخصص تماما للطلاب الأجانب، الهدف منه الطلاب الأجانب إكمال تعليمهم الجامعي في تركيا، بالإضافة لعندهم استفادة من كده تطوير العلاقات بين تركيا وبين الدولة بتاعت الطالب. يعني مثلا الأسبوع الماضي حتى الآن هو موجود في تركيا، زار تركيا وزير العدل الصومالي اللي هو خريج تركيا من خلال برنامج المنحة التركية في 2016، يعني تخرج 2016 مشى الصومال قعد فترة محددة وانتخب، وانه جاء وزير أستاذة مها، عفوا ممكن تفتح المايك؟ ما سامعينك. طب أيوة اوكي. يلا من يلا كده الاول بس. هو كان من الاول كان قافل هو؟ لا لا قفل بس فجأة. اوكي تمام. أنا في حاجة بتحصل بيتقفل برا وبيفتح.
طيب مرة ثانية أنا ممكن أعيد النقطة دي، بقول إنه المنحة التركية اللي هي بتاخد كل سنة عدد هائل من الطلاب الأجانب، الهدف منها إنه تطوير العلاقات الثنائية بين تركيا وبين الدول الأخرى، يعني سواء كان السودان إحنا بمثابة جسر بيننا وبين تركيا. فذكرت القصة بتاعت ما عارفة إنه سمعتوها ولا المايك قفل في الوقت ده، الآن من الأسبوع الماضي حتى الآن موجود وزير العدل الصومالي اللي هو كان خريج لتركيا 2016، موجود الآن بيتناول العديد من القضايا اللي بتهم الجهتين، بتهم تركيا وبتهم الصومال. فده الهدف الأساسي من المنح الهائلة اللي بتقدمها لنا تركيا في الوقت ده. تستقبل تركيا سنويا 5000 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات، وكل سنة قابل للزيادة العدد ده، وهي مفتوحة لكل المراحل، لمرحلة البكالوريوس، مرحلة الماجستير، ومرحلة الدكتوراه، بالإضافة لمرحلة البحوث العلمية اللي هي ما بعد الدكتوراه. طيب المنحة التركية مميزاتها إنها هي منحة ممولة بالكامل، بتغطي كل التكاليف اللي هي تكلفة الأقساط الجامعية، إنه الطالب هيدرس في الجامعة مجاناً، بالإضافة للسكن أو بدل السكن. موضوع السكن ده بالنسبة لطلاب البكالوريوس إنه تماماً أول ما تجي من بلدك ويستقبلوك بيودوك لسكنك لحد ما تتخرج، أنت بتكون موجود في السكن ده. لكن بدل السكن بيقدم لطلاب الماجستير ولطلاب الدكتوراه ولطلاب البحوث العلمية. طيب السنة الأولى بيسكن الطالب بتاع الدراسات العليا ده بيسكن في السكن اللي قدمته له المنحة التركية، لكن فيما بعد بياخد بدل سكن. بعد ذاك إذا هو عايز يسكن مثلا في مدينة ثانية، مثلا خلص السنة الأولى وده يسكن في مدينة ثانية، ممكن، ما يعني ما مقيد إنه يسكن في السكنات اللي فرضت عليه المنحة التركية، بس خاصة طلاب البكالوريوس لانهم اصغر سنا يعني. طيب تاني بتقدم شنو المنحه التركيه؟ بتقدم التامين الصحي، يعني لحد ما تتخرج مدتك في دراستك في تركيا 4 سنوات او 5 سنوات، لحد ما تتخرج بيكون عندك تامين صحي، بالاضافه لانه تكاليف تذكره السفر، يعني التذكره الاولى وانت جاي من السودان، بعد 5 سنوات لما اتخرجت التذكرة النهائية. طبعا فيما بينهم دي انت باجتهادك يعني انك جمعت قروش من عندك بتقدر ترجع بعد ذاك لأهلك إجازات، لكن هم يعني الحاجات المكلفين بها الأولى والأخيرة. طيب الفيزا، يعني لما تيجي تقدم من السودان اعتقد انه للمواطن العادي بياخدوا منه 100 دولار او شيء مثل كده، لكن طلاب المنحة التركية مجانا، بالإضافة للراتب الشهري. الراتب الشهري اللي هو بيختلف من مرحلة لمرحلة، يعني وكل سنة حتى، وكل فترة، مش كل سنة، كل فترة قابل للزيادة. طلاب البكالوريوس بياخدوا شهريا اللي هو 800 ليرة تركية، وانتوا بعد الليرة التركية تقريبا الدولار فيه هو 6 ليرة تركية، وانتوا بناء على كده قيسوها على الدولار. طلاب الماجستير 1100 ليرة تركية، طلاب الدكتوراه 1600 ليرة تركية، طلاب البحوث 3000 ليرة تركية مقدمة شهريا، يعني حتى إنه ثابتة، يعني مثلا كل شهر بتنزل 2 من كل شهر، ثابتة إنه بتنزل كل 2 من كل شهر بعد ما المنحة التركية تفتح لك حساب في البنك المتعاملة معه والمتعاقدة معه. طيب كيف أنا ممكن أسجل للبرنامج؟ هو أول حاجة الأبليكيشن بتاع المنحة التركية متوفر بكل اللغات، يعني ما بس اللغات حتى الموجودة الآن قدامنا في الشاشة، التركية والعربية والإنجليزية والفرنسية، حتى كل اللغات بلا استثناء من حقك إنك تغير السيستم وتشوف اللغة اللي قادر تتعامل بها. بتدخل السيستم اللي هو تركيا بورسلري زي ما شايفين قدامنا في الشاشة، بس بتكتب على جوجل، على محرك البحث جوجل، تركيا بورسلري، بيفتح معاك إنك ادخل على النظام بتاع المنحه التركيه او على الابلكيشن بتاع المنحه التركيه. من هناك بتنشئ حساب اول. على فكره في حاجه لازم نركز فيها، انه الايميل اللي انت بتنشئ به الحساب ده ما تنساه، الباسورد اللي بتاخده من الحساب ده مطلقا ما تنساه، لانه الابلكيشن ده لحد ما انت تتخرج من تركيا بس هتتعامل به. يعني عايز تسأل سؤال، واجهتك مشكلة بس بتكون عبر الابليكيشن ده، فلازم الايميل والباسورد يكون عندك. طيب قلنا بتنشئ حساب،
بعدك بتدخل على السيستم. في السيستم بترفع الشهادات بتاعتك على حسب الترتيب الموضوع عندك، سواء كانت أول حاجة بيفتح معاك النافذة بتاعة المعلومات بتاعت الشهادات، بعد ذلك المعلومات بتاعت الشهادات التطوعية وغيرها، ده كله بالترتيب بتقوم برفعه. طيب المتطلبات بتاعت التقديم للمنحة التركية شو؟ يعني الحاجات المفروض تتوفر فيني شو حتى أنا أكون ليا الحق فيني أقدم؟ الحاجة التركية، الحاجة الأولى إنه ما يكون مواطن تركي أو قبل كده كان عنده جنسية تركية وبعد ذاك أخذت منه، يكون تماما أجنبي جنسية ثانية، يعني إحنا متوفرة فينا النقطة دي. الحاجة الثانية إنه يكون خريج أو على وشك إنه يتخرج، على وشك إنه يكون فضل له سمستر إنه يتخرج من الجامعة، أو فضل له 3 شهور وإنه ياخذ شهادته تحت الثانوية العامة، يعني يجيب ما يثبت، يكون في ورقة في يده تثبت على إنه بعد سمستر هيتخرج، أو بعد 3 شهور إنه هيكون في يده في النتيجة، وهو ضامن نفسه إنه هينجح طبعا. طيب الحاجة الثانية إنه بالنسبة لطلاب الماجستير يكون أقل من 30 سنة، يعني 31 سنة راحت عليك بالنسبة للماجستير، إنه يكون أقل من 45 سنة بالنسبة لي ناس البحث، البحوث اللي هي ما بعد الدكتوراه، إنه يكون أقل من 45 سنة، إنه يكون للبكالوريوس أقل من 21 سنة، 22 سنة برضو راحت عليك، بالنسبة للدكتوراه إنه يكون أقل من 35 سنة. يعني السيستم ده أول ما أنت ترفع له الجواز بتاعك أو شهادة الميلاد أو المهم حاجة تثبت عمرك، هو تلقائيا ما تخليك تتقدم لقدام. يعني أنت مثلا اتجاوزت السن المطلوبة في الوقت ده. طيب في داخل السيستم الحاجات اللي مفروض تترفع شنو؟ أول حاجة قلنا الشهادات التعليمية، يعني إذا أنت عايز تقدم للبكالوريوس لازم الشهادة بتاعت المرحلة الأساسية والشهادة بتاعت الثانوي، فبعد بقية المعلومات وتملاها. إذا أنت عايز تقدم للماجستير برضو هتبدأها من الأول، هترفع الشهادة الأساسية، هترفع الشهادة بتاعت الثانوي، وهترفع الشهادة بتاعت الجامعة العامة والتفاصيل. عايز تقدم للدكتوراه إضافة للشهادات السابقة هتضيف ليها الشهادة بتاعت الماجستير برضو عامة وتفاصيل. إذا إنه إحنا ما عندنا شهادة بتاع التفاصيل، يعني إنه إحنا مباشرة بدينا البحث كتبنا البحث، أنت هترفع الشهادة العامة وتكتب لهم إنه إحنا دراستنا كانت عبر البحث، فما في شهادة عامة، يعني توضح لهم النقطة دي، لأنه في ناس بيكون عندهم درسوا باي كورسز فهيكون عندهم شهادة بتاع التفاصيل. الحاجات اللي هتترفع تاني اللي هي جواز سفر، يا ريت إذا موجود، أو لحد ما فيما بعد، يعني لحد ما يعني تنتقل للمرحلة الأخيرة في إنه جيبلوك بيطلبوا منك صورة من جواز السفر، لكن إنه المرحلة الأولى ممكن ترفع لهم أي نوع من الوثيقة بتاعت الشخصية، سواء كانت شهادة بطاقة شخصية أو ما يعادلها. طيب المعدلات المطلوبة شنو في التقديم للمنحة التركية؟ ما يكون أقل من 75، لكن هل ده معناه إنه زول جايب 74 ما يقدم، أو جايب أقل من كده ما يقدم؟ على حسب التخصص. يعني مثلا قدمت تخصص غير يعني ما مرغوب كثير مثلا، أو إنه الناس ما بتتنافس فيه كثير، ودرجتي أقل مثلا، درجتي 70%، ممكن أنا أقدم للتخصص. يعني جرب حظك، لكن الدرجات اللي هم طالبينها بالضبط 75% فما فوق. بالنسبة للكليات الطبية أو خصوصا الطب اللي عايز يدرس بالذات، إنه أقل من 90% ما يعني ما يتعب كثير، على حسب كلام بعض الشباب معنا. طيب الحاجات المهمة الثانية اللي هي بتشكل فيصل في قبول الطالب، خطاب النوايا، يعني ليه أنت عايز تدرس في تركيا؟ ودي لما تجي تكتبها اكتبها بمبدأ تخصصك، يعني ما تقول إنه مثلا عشان تركيا والله حلوة، عشان تركيا فيها ما بعرف كذا جمالها كذا، فيها اقتصاد كذا، عايز أشتغل كلام زي كذا، لا ما يحتمل. لازم يكون في إطار التخصص، تكتبه في داخل تخصصك نفسه. أنا داير أدرس المختبرات الطبية لأنه عندي الفكرة بتاعت النظرية الفلانية عايز أطوره، والحاجة دي متاحة في، يا ريت لحتى لو أنت بحثت شوية عن الجامعات اللي عايز تقدم فيها،
موجودة الفكرة دي في الجامعة كده مع الدكتور الفلاني كده، أنت بتقنعه في خطاب النوايا. وخطاب النوايا ده ما كتير، يعني يمكن 4 5 سطور بالكثير، محدد بكلمات محددة يعني. طيب الحاجة الثانية اللي هي خاصة بطلاب الدراسات العليا، خطة البحث. يعني أول حاجة حدد هدفك، عايز تدرس شنو، وبناء على الهدف جهز الخطة بتاعت البحث بتاعتك، اسم البحث اللي داير تشتغل شنو، او التجربه اللي عايز تشتغل شنو، المراجع اللي هتستخدمها في البحث شنو، الدراسات السابقه اللي سواء كانت باي لغه ما فرقت، باللغه العربيه باللغه الانجليزيه باللغه التركيه، شنو الدراسات اللي موجوده في البحث اللي انت عايز تشتغله، كل التفاصيل اقسام البحث كلها بتكون مجهزه عندك لما تبدا المنحه التركيه تماما. الان هو السيستم فاتح لرفع المعلومات بس، لكن انه بيبدا بطريقه رسميه يوم 15 يناير، لحد الوقت ده خطة البحث بتاعتك تكون جاهزة بجنبك. الحاجة الثانية خطاب التوصية لكل الفئات، سواء كان بكالوريوس أو سواء كان دراسات عليا. خطاب التوصية لو جبناه من جهة لها علاقة بينا، يعني أنا بدرس في الجامعة وفضل لي كم سمستر أخلص، المشرف بتاعي بتاع بحث البكالوريوس أو المشرف بتاعي بتاع بحث الماجستير وداني خطاب توصية، طبعا بيكون دفعة كبيرة بالنسبة لي، أو بيرجحني في كفة الطلاب الثانيين، رئيسك في العمل. المهم يعني ما شخص أنا أكون ما بعرفه قالوا لي إنه فلان الفلاني سفير في المنطقة الفلانية، فهيقوم يديني أنا ورقة. طيب هو بيعرفك من وين؟ يعني لازم نوزنها منطقيا. خطاب التوصية أو على الأقل يكون خطابين، على الأقل خطابين من جهات لها صلة بينا. طيب اختيار الجامعات، احنا قبل شويه لما كنا بنتكلم عن اهم المدن، كانت المدن عندنا اسطنبول، انقره، ازمير، وانطاليا. دي من اكبر المدن وجامعاتها من افضل الجامعات على الاطلاق. فالمنافسه في الجامعات دي عاليه جدا جدا عاليه. يعني انا ممكن اكون جايبه 75 ودايره اقدم لجامعه اسطنبول، في نفس الوقت في طالب تاني من تركمانستان جايب 90% ومقدم لنفس التخصص، فهم بعد ذاك هيكونوا مفاضلة. ده درجته عالية، ده شهاداته أكثر، ده في المجتمع أكثر، ده كذا كذا كذا، فهيكون في الترجيح. عشان كده اختيار الجامعات، يا حبذا لو كان في الجامعات البعيدة من المدن اللي أنا ذكرتها، إسطنبول، أنقرة، إزمير، وأنطاليا. أو ما أقول لك إنه ما تكتب الجامعات دي، لا أكتبها لكن خليها في الآخر. اختار جامعات مثلا إسكي شهير، جامعة الأناضول، اختار جامعات في مدينة اسمها سكاريا، اختار جامعات في ترابزون، اختار جامعات في باطمان، يعني مدن ما فيها تكدس للطلاب عموما، بيكون الاختيارات عالية، بيكون عندك 12 خيار. يعني 12 خيار ما تكتفي تقول أنا بس أكتب خيارين وخلاص، اسطنبول أنقرة وخلاص، لا، يعني لازم 12 خيار تستخدمهم بطريقة كويسة. طيب المنحة التركية بس هي المنحة الموجودة في تركيا؟ لا، في منح تانية زي المنح المقدمة من وقف الديانة التركية، أو اللي ما يقابل عندنا يمكن وزارة الشؤون الدينية. دي منح متخصصة في دراسة العلوم الإسلامية، يعني كليات الشريعة، كليات الشريعة والقانون، دي المنحة المختصة بهم، بتفتح دعم المنحة التركية مباشرة. يعني برضو ما تركزوا في المنحة التركية براها وما شالوك وخلاص تفقد الأمل، لا، في منح ثانية برضو لطلاب العلوم الدينية ممكن يقدموا ليها، وما طلاب الجامعات بس، في كمان طلاب الثانوي. يعني انت خلصت الأساس ممكن تقدم للثانوي في دراسة عبر منحة وقف الديانة التركي لمدارس الأئمة والخطباء الموجودة هنا، مدارس باللغة العربية، برضو كل سنة بتفتح، بتأخذ عدد لا بأس به من الطلاب بدراسة الثانوية ودراسة فيما بعد. الموقع أو لينك الموقع موجود قدامكم، وقف الديانة التركي. طيب الهدف منا، ذاكر لكم في نقاط، تقديم التعليم الديني اللازم لتلبية احتياجات المجتمع المسلم خارج تركيا، بالإضافة لبناء التواصل الثقافي بين المجتمع التركي وبين المجتمعات الأخرى، وبيتم عبر الرابط اللي خطيته لكم فات. المميزات بتاعتها انه بيقدم برضه للطالب تكاليف السفر، بيغطي تكاليف السفر، السكن، منح نقديه بس بتكون اقل من المنحه التركيه، طبعا اقل نوعا ما. الضمان الصحي السنوي او التامين الصحي بيتعالج في كل المراكز الطبيه، بالاضافه للرسوم الجامعيه و
رسوم الشهرية المقدمة للطالب كمنحة. طيب في منح تانية اللي هي منح من داخل الجامعات، لكن خلوني أخذها بين قوسين، الجامعات الوقفية. إحنا لما تكلمنا عن أنواع الجامعات كان في جامعات دولة وحكومية وجامعات وقفية وجامعات خاصة. الجامعات الوقفية على حسب شروطها لكل جامعة وقفية عندها شروط محددة في اختيارها للطالب، لكن المنح بتحت الجامعات دي بس بتوفر الأقساط الجامعية. يعني أنت ممكن تجي تقدم للمنحة دي، ما هتدفع رسوم للجامعة، لكن هتتكلف بمعيشتك، بتأمينك الصحي، بفيزتك، بالحاجات الثانية هتكون عليك، لكن الجامعة هي اللي بتوفر لك الحاجة الوحيدة اللي هي الأقساط الجامعية. كل جامعة وقفية متيحة أو عندها الخدمة دي. طيب ما توفقت إني أقدم في المنحة التركية أو في منحة الديانة أو في منحة الجامعات، ممكن أدرس على نفقتي الخاصة؟ أيوة، ممكن تدرس على نفقتك الخاصة. والجامعات أو الدراسة عموما في تركيا أقل تكلفة من الجامعات الأوروبية، يعني عموما أقل. فالحاجة اللي مطلوبة من الطالب إنه يدخل امتحان، إذا أنت عايز تقدم لمدرسة لجامعة حكومية، إنك هتدخل امتحان اسمه امتحان اليوس، اللي هو امتحان بيتكون من رياضيات، من ذكاء، من هندسة، ومن لغة. يعني هو امتحان تقريبا بيتجهز له سنة كاملة، انت بتتجهز له وبتشوف كتبه وين. بعدك بتدخل الامتحان على حسب درجتك، بعدك بتقدر تقدم للجامعات الحكومية، وده خاصة طلاب البكالوريوس فقط، طلاب البكالوريوس. الجامعات الخاصة ما مجبرة، او ما مجبر انك تدخل لها الامتحان بتاع اليوس او امتحان الخاص بطلاب الدراسات العليا اللي هو اليوس، عفوا الاليس او غيره. يعني الجامعات الخاصه تمام من غير امتحان، بس هي الرسوم الجامعيه هي اللي بتحدد لك. وطبعا كل جامعه وكل تخصص بيختلف رسومه الجامعي من جامعه لجامعه، من تخصص لتخصص. طيب المنح الأخرى الموجودة كمان، في منح البحوث أو الباحثين، دي الخاصة بطلاب الدكتوراه وما بعد الدكتوراه. عندك بحث علمي، بلدك ما قادرة تتكفل بالتجربة العلمية اللي عايز تعملها، أو البحث الاجتماعي اللي أنت عايز تعمله، في منحة تسمى توبيتك، مختصة في مجالات العلوم الطبية والعلوم الهندسية، التكنولوجيا الزراعية والعلوم الإنسانية. مبلغ لا بأس به، تجربتك بيدعم حياتك في تركيا، بيقدم لك إتاحة لتعلم اللغة لحد ما تخلص تجربتك وتستفيد منها. وبعد ذلك شرط إنك ترجع لبلدك عشان ما تفيدهم بالتجربة اللي أنت وصلت لها، من حتى بتاعك. طيب بعد ما قبلوه بأي وصف كان، سواء كان بالمنحة التركية أو بالمنحة الثانية المتعددة تكلمت عنها، في جمعيات طلابية دولية موجودة في كل جامعة، في منظمة طلابية بتهتم بس بالطالب ده من غير أي مقابل. يعني بتكون داير تتعلم اللغة التركية، حسيت بنفسك إنك ضعيف في دراستك ليها، ممكن تقدم لك تعلم لغة تركية، لكن ده لازم إنك تكون مسجل في جامعة، يعني ما إنك تكون موجود من غير أي مسمى هنا في تركيا. جمعية باب العالم، جمعية أوديف، وما بتجيب بس على التعليم، أنت موجود في تركيا وساكن في خارج السكن الجامعي او السكن الداخليات الجامعيه، مثلا ساكن في بيت دراك بس عندك مشكله في المعيشه، مثلا الصناديق الغذائيه اللي فيها الدعم الغذائي، الرسوم حتى شهريه لمذكراتك لشتاتك، كلها الجمعيات الطلابيه الموجوده هنا في الدعم على حسب الاستحقاق. باب العالم، اوديف، تركواز وغيرها من الجامعات العديدة، لو كتبتوا في الإنترنت بتطلع جدا. طيب في منحة كانت مقدمة من مدينة أفريقيا للتكنولوجيا، بس بصراحة ما أعرف هل هي ما زالت مواصلة ولا لا. هي متعاقدة مع بعض الجامعات في تركيا
بيقدم منح برضو جزئية إنه بجامعة والمدينة أفريقيا التكنولوجية بتتكفل بعمل الرسوم أو بدفع الرسوم الدراسية، والباقي بيبقى على الطالب، فبس محتاج لها شوية من البحث. بما أنكم موجودون في السودان ممكن تشوفوا الحصة. طيب، المنحة التركية من الحاجات التانية اللي بيقدمها لنا إنه ما بس دراساتنا الأكاديمية، جولاتنا في بين المدن، دراستنا الثانية مثلا تعلم الرسم على الماء، الموسيقى، التحدث في اللغات الأخرى بطاقة، الدراسات في الأرشيف العثماني، الأرشيف التركي، كثير من الفعاليات بتقدمها المنحة التركية بالنسبة لنا. طيب، في نقطة ثانية أقف فيها اللي هي الدراسة في تركيا في ظل كورونا، في ظل كوفيد 19. العالم كله يتأثر، العالم كله يتقفل في الفترة دي، بس تركيا اللي حصل فيها احنا تعليمنا اللي حصل فيه شنو؟ احنا الدولة أخذت قرار بإنه الجامعات تقفل، مثلا كان يوم الخميس إنه كل الجامعات لازم تتقفل، الناس ما لازم في الجامعة. وقفنا يونس يوم ال... وقفنا يوم الجمعة عفوا الجمعة هنا لين وقفنا يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الأحد، الويكند، يوم الاثنين مباشرة خلال اليومين دي أي جامعة طورت لها نظام خاص بها، والناس مباشرة يوم الاثنين بدأت الدراسة أونلاين. يعني كل يعني ما توقفنا أبدا، يعني أقصى تأخير بيكون أخذته بعض الجامعات أسبوع واحد، بعد ذاك واصلنا الدراسة بدون توقف. حتى إنه ممكن أقول إنه الدراسة أونلاين بالنسبة لنا إحنا كموجودين هنا أفضل كتير حتى من الدراسة فيس تو فيس. يعني في المراجع اللي أنت حابيها، المكتبات اللي بتكون قفلت فتحتها أونلاين، يعني أنت أي كتاب ممكن تتحصل عليه أونلاين عشان ما تقرأه، عشان ما تجهز مقالتك، عشان ما ترفع واجباتك، عشان ما تكتب امتحانك، وهكذا. الدراسة أبدا ما تأثرت، بس زي ما قلت لكم شوك كده كان لمدة أسبوع واحد، وبعد ذاك إذا عدى. وما بس الدراسة، حتى الفعاليات التانية اللي كنا بناخدها مع اليتابي أو غيرها، اللي هي الموسيقى أو التعليم اللغة أو غيره، برضو كمان هو واصل أونلاين. وحتى الآن إحنا بنواصل دراستنا أونلاين من غير أي توقف. بعد ذلك بتجي المرحلة النهائية اللي هي المرحلة اللي بيستناها أي طالب بيتخرج مع الجامعة، بيستلم شهاداته، بيتخرج مع المنحة التركية، بتقدم يعني برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، بيقدم الشهادات الخريجين بنفسه كل سنة. السنة دي مع الأسف اتعمل برضه كمان أونلاين، لكن الناس اتخرجت وحازت على شهاداتها. أنا حاولت ألخص الوضع بطريقة سريعة لأنه البرنامج هدفه أصلا يكون سؤال وإجابة، أسئلتكم اللي عايزين تسألوها أعتقد الناس كتبت في الشات، ممكن أنا من هناك أشوف إن شاء الله. طيب، من وين أنا أبدأ؟ طيب، عليكم السلام. طيب، هنا في سؤال قالت أنا امتحنت علمي عشان أقدم المجالات الطبية، هل من الضروري أكون امتحنت علمي عشان أقدم المجالات الطبية؟ أيوة ضروري، لأنه نفس النظام اللي موجود عندنا في السودان أدبي وعلمي، هم عندهم هنا موجود صيصال وسوسال، يعني أدبي وعلمي وبناء عليه هتقدري تنافسي. يعني حتى لما تجي تقدمي مثلا علمي وجيتي تقدمي للمجالات الأدبية ما بيتيحوا لك الفرصة، أو لو أتاحوا لك الفرصة بعدين بيسقطوك، يعني بيقولوا إنه الشخص ده ما عنده هدف أصلا، أنت دارس حاجة محددة وجاي تدرس حاجة تانية ما لها علاقة بتخصصك الأصلي. فرجاء يا جماعة الناس توحد اختيارها للتخصصات نفسها في عملية الاختيار بعدين. أنا تاريخ مثلا دراسة التاريخ، فما ممكن أجي أقول خلاص ممكن أدرس علوم سياسية، وبرضه ممكن أدرس لغة تركية، وممكن أدرس آداب، وممكن أدرس لغة إنجليزية، لا، ده اوتوماتيكي انه ده طالب خلاص ما عارف هدفه شنو ذاته، انه عايز يدرس شنو. فلازم دراسات تكون ليها علاقه بتخصصنا الاصلي، فمن دون المنافسه هتكون ضعيفه.
هل شهادة اليونيسيف معتمدة وهل تعتبر كشهادة تطوع؟ يا التطوع أيوة، أي شهادة ليك هي بصراحة السيستم ما بيفتح لك بيقول لك ارفع شهادة للحاجة دي، بيقول لك إنك شاركت أو شهاداتك شروط، أنت بتكتب كتابة أنا شاركت في اليونيسيف، التاريخ بتاعه كان كده، الشهادة أخذتها كده، لكن ما بيفتح لي خيار إلا يكونوا غيروا السيستم مثلا السنة دي، لكن ما بيفتح لي خيار إنك ترفع شهادة. أعتقد الخيارات اللي مفتوحة للرفع بيكون للسي في ولغيره. طيب بيقبلوا شهادات قديمة للبكالوريوس 2018؟ ما عندهم مشكلة، بس إذا السن، يعني بس الحاجة اللي بيركزوا فيها اللي هي موضوع السن، إنك بالنسبة لعمرك ما يكون مثلا إذا عايز تقدم بكالوريوس ما يتجاوز 21 سنة، اللي بالنسبة للدكتوراه ما يتجاوز 35 سنة وغيرها، لكن بالنسبة إنه شهادة قديمة أو جديدة فما بتفرق. هل جامعة الشرق الأوسط بتقري البكالوريوس بالإنجليزي حتى لو ما عندها؟ ها، الشهادات بتاعة الآيلتس والتوفل بتاعتك لازم تكون جاهزة ترفعيها الآن أثناء التقديم. إذا أنت ما عندك الشهادة لكن لغتك الإنجليزية كويسة ومتأكدة منها، لحد فترة اختيار الطلاب أو تقييم الطلاب أنت في الوقت ذاك حاولي أحصلي على شهادة، لأنه في مرحلة المعاينات هيطلبوها منك. إذا ما طلب، إذا يعني إذا ما جبتيها اليوم وجيتي تركيا قبلوك القبول النهائي وجيتي، هتاخدي سنتين، هتضيع منك سنتين. السنة الأولى إنك هتتعلم اللغة التركية إجباري أصلا، لكل طالب بيجي هنا حتى لو دراسته كانت باللغة الإنجليزية إجباريا السنة الأولى بتدرس لغة تركية بالنسبة لكل المستويات، وإنت لأنه دراستك باللغة الإنجليزية ومعاك الشهادة دي تاني بتدرس سنة تحضيرية تاني للغة الإنجليزية، يعني كده بتكون ضاعت منك سنتين، فالأولى إنه تكون شهادتك موجودة معاك. طيب في حاجة فاتتني إني أقولها لكم شباب، إنه المراحل عفوا المراحل بتاعة المنحة التركية نفسها، المرحلة الأولى اللي هي بتبدأ من يوم 15 فبراير لحد يوم 15 عفوا من 15 يناير لحد 15 فبراير اللي هي مرحلة التقديم. المرحلة اللي بعديها اللي هي بتاخد من شهر فبراير، حكاية بتاعت 4 شهور كده، هي مرحلة التقييم. المرحلة الأولى مرحلة التقييم، إنه يشوفوا الناس اللي قدموا منو شهاداتهم والحاصل عندهم. شهر 6 بيقوم يطلعوا النتيجة المبدئية، يعني خلاص إحنا نشوف الشباب ديل اخترناهم المرحلة الأولى نشوفهم، فبقوموا برسلوا إيميلات للقبول المبدئي شهر 6. بعد ذاك المرحلة الثالثة، بعد ما دخلوا ناس المعاينات وقعدوا معاهم في المعاينات، بتجي المرحلة بتاعة الاختيار النهائي، جو شافوك انت في المعاين، هل انت انسان سوي؟ هل انت بتقدر تقدم نفسك بطريقة كويسة؟ تطرح نفسك بطريقة كويسة؟ هل فعلا الخطة بتاعت البحث بتاعتك دي عايز تحققها؟ على فكرة خطة البحث اللي بتكتبها على السيستم ما هي بالضرورة انك فيه تشتغل عليها لما تجي هنا، يعني ممكن تغيرها، في حاجة بعدك راجعة بينك وبين المشرف، لكن دايرين يشوفوا مقدرتك على انه تجهيزك لخطة البحث او للتجربة بتاعتك شنو في الاول، طيب فما يا بالضرورة. معلش يا أستاذة، اتفضل. معلش يا شباب، احنا قفلنا الرسائل الشات عشان نقدر نجاوب على الحالين يترسلوا دول، لأنه في أسئلة كثيرة مكررة. إن شاء الله بعد ما نخلصهم كلهم حتكونوا لقيتوا الإجابة بتاعتهم. لما ننتهي لو في زول لسه عنده إجابة، احنا تاني هنفتح الشات بس عشان تمام. الدكتورة ما تتلخبط في الأسئلة كثيرة. ايوه، في اسئله دخلت في بعض، انا حتى في جزء قريته واتوقع جزء راح عليه. طيب قلنا المرحله الثالثه اللي هي بعد المعاينات وبعد ما شافوك وغيموك خلاص قبلناهم، بتجي بعديها المرحله النهائيه اللي هي بيرسلوا لك التذاكر، بيرسلوا لك بيقول لك انت عايز تجي تركيا في هاتو فتره، بتقول لهم عايز اجي من 15 سبتمبر لحد 20 سبتمبر، فبيقوموا بيرسلوا لك تذكرة بين التاريخين ديل وبتجي لتركيا، وبعد ذلك بتبدأ إجراءاتك بالتعاون مع المنحة التركية وبين الروابط الطلابية الموجودة في تركيا، أنت من السودان، أنت والرابطة الطلابية الموجودة في المدينة اللي أخذوك فيها، سكاريا مثلا، أنقرة مثلا، إسطنبول مثلا، بالتعاون معهم بيتم استلامك من المطار، بيودوك للسكن بتاعك، بيمشوا بيترجموا معك شهاداتك مثلا، أمورك كلها بيتموها معك، فدي آخر مرحلة بتتم في المنحة التركية. طيب نرجع للأسئلة مرة تانية. طيب يبدو أنا مشيت سريع. طيب قالت أنا هأعرف
كيف انه الجامعة الفلانية قبلتني، هل ده بعد ما اسافر ولا بعد المقابلة؟ طيب بعد المقابلة، بعد ما ينادوك للمعاينة بيرسلوا ايميل تاني على انه جيبلوك في الجامعة الفلانية. السنة اللي فاتت على حسب ما اعرف انه اثناء ما نادوك يعني بعد المعاينة يمكن باسبوع او اسبوعين مباشرة، انت عرفت انت جامعتك شنو ورسلوا لك الحاجات المطلوبة منك شنو. السنة اللي فاتت كان نوعا ما تجربتهم مختلفة، لانه ما جا تركيا الطلاب المقبلين العام الماضي، دراستهم لانها اونلاين بس اخذوهم وقالوا لهم جهزوا اوراقكم لحد ما نشوف الباندمي، لحد ما نشوف كورونا ووضعها هيكون كيف، حتى بعد ذاك تجوا تركيا. لكن هم الآن قرابة سمستر كامل بيدرسوه من السودان أونلاين، اللي هو كلهم الآن في المرحلة بتاعت اللغة التحضيرية، مرحلة اللغة التركية. طيب إذا قبلت وقريت السنة التحضيرية، لازم في النهاية يمتحنوني امتحان اليوس؟ لا، أنت إذا مقبول عبر المنحة التركية، المنحة التركية بتسقط عنها كل الحاجات الثانية اللي هو الامتحان بتاع اليوز ده. يعني بس الحاجة الوحيدة اللي هتجيها تدرس اللغة التركية السنة الأولى، لكن ما بتكون ملزم بأي امتحان ثاني. اليوز ده للناس اللي جايين يقروا على نفقتهم الخاصة، مجبر بإنك تدخل امتحان اليوز وعايز تقرأ طبعا جامعة حكومية. لكن إذا عايز تدرس جامعة خاصة ونفقتك الخاصة ما مكلف بأي امتحان. طيب أريد مساعدة في تحديد الجامعات بالترتيب بالنسبة لاختصاص الطب البيطري. والله هو بصراحة الطب البيطري على في كل جامعة هو موجود، في كل مدينة هو موجود، لكن زي ما قلت لك أنت أبعد من المدن الأربعة الكبيرة، وخلاف لكده أي جامعة أنت اختارها. والمدن الكبيرة إذا أنت مصر عليها ممكن تاخدها بعدك في الآخر، في آخر الخيارات الموجودة عندك. طيب ما فهمت، هنا أنا درست السمستر الأول، ما فهمت بصراحة، الأسئلة شوية مقطوعة. هل الدراسة في المجالات الطبية باللغة التركية؟ مع الأسف أيوة، حتى الطب هنا موجود في باللغة التركية. جامعة يمكن أول جامعة هي بتتيح باللغة الإنجليزية، الجامعتين دي حتى المتيحاهم باللغة الإنجليزية في بعض المواد بتقدمها باللغة التركية، عشان كده التخصصات الطب بنسبتها أقل من تخصصات العلوم الطبية، من العلوم الاجتماعية يعني. طيب التقديم بيبدأ بأيوة في 15 يناير بيبدأ التقديم. هنا أنا كمان قدمت السنة اللي فاتت وما شعروني، لكن عايزة أقدم السنة دي برضو، وعايزة طب أسنان وجبت 84 بيشيلوني ولا إلا 90. طيب أنت قدمي وأنت وحظك زي ما بيقولوا، لكن هم الديجري اللي خدتينه بالنسبة لدراسات الطب اللي هو 90 فما فوق، لكن انت ما معنى انه المره الاولى ما شالوك المره الثانيه ما هيشوفك، قدمي وجربي حظك، حاولي زيدي شهاداتك، جيبي حاجات ثانيه تطوعيه، جيبي كورسات ثانيه اخذتيها وهكذا، واتمنى انه يشيلوك. هل ممكن اقدم سنه شهاده السنه الاولى للجامعه؟ معدلي في اولى كويس، يعني اكمال ما في شباب اكمال الا انت تيجي تدرس على نفقتك الخاصه. يعني انت دار تقدم من خلال المنحه التركيه بتبدا من الصفر، يعني ما بتقول انا قريت في السودان سنه اولى اجي اكمل في تخصص الاقتصاد من السنه الثانيه، لا، ما المنحه التركيه ما متيحه الخيار ده، لكن النفقه الخاصه والجامعات الخاصه بتعمل لك معادله وبناء عليها اذا قبلت او لا بتاخدك. طيب كيف بالنسبة للبيت، ما صعب تكون في بيئة مفتوحة وهي برا ولو احتاجت لحاجة ممكن تمشي عادي برا؟ يعني البيئة المفتوحة قصدك بيها بصراحة ما فهمت، لكن إنه تركيا مجتمع محافظ على العموم يعني، وما في أي صعوبة واجهتنا إحنا هنا في تركيا. يعني نفس القيم الموجودة عندنا في السودان موجودة هنا في تركيا حتى وأعلى من كده يعني، فما تخافي على نفسك. اتخرجت من تامن وجابت 247، ممكن تقدم للمنحة بتاعت وقف الديانة، هي هتقدم للثانوي صح؟ إذا هي هتقدم للثانوي هتقدم لوقف الديانة، لأن المنحة التركية مقدمة يعني متيحة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فقط، لكن وقف الديانة بتقدر تقدم. الشهادات في أيوة ممكن ترفعوها PDF، ممكن ترفعوها في شكل صور،
يعني حتى بعدينك لما تدخل السيستم بتشوفوا الخيارات دي واضحة لك، يقول لك ممكن ترفع بالطريقة اللي انت عايزة صورة او PDF. هل عادي بتقبل المنحة من 69 فوق ولا لازم 70؟ هي الديجري اللي خدتها والمنحة 75، لكن اذا انت اقل من كده برضو جرب حظك، ده معناه انه لا تجيف وما اقدم. زي ما قلت لكم في تخصصات احيانا بتكون فاضية او انه ما مرغوبة خالص، لو انت محدد هدفك انك تدرسها فممكن تقدم لها واحتمال يشيلوك. الشهادات الثانية اللي جنبها هي برضو بتحدد موقفك، الكورسات اللي انت اخذتها، طريقة تقديمك لنفسك، طريقة كتابتك لخطاب النوايا، خطتك للبحث والكلام ده كله بتحدد بترجح. طبعا ماجستير المختبرات يجب ان احدد التخصص، يعني انت مختبرات هتقدم مختبرات في المدن كلها، لكن ما هتقدم مختبرات في مثلا جامعة اسطنبول وهتقدم احياء دقيقة في جامعة تانية وكذا، يعني وحد التخصص بتاعك. بالنسبة للشهادات العربية ايوه عادي ممكن تقدم، بتخش في الحصة بتاعت الدولة اللي انت جاي منها، اذا مثلا درست في السعودية مثلا بتدخل في حصة الطلاب الموجودين في السعودية او الطلاب الموجودين في الخليج العربي عموما، ما بتدخل طبعا نطاق الطلاب السودان. هل ممكن يحصل اتقبل وياخدوني في حاجة غير مجالي؟ حاجة في غير مجالك ممكن في حالة انك وحدتي تخصص، يعني الحاجة اللي انت عايزاه في مجالك الأصلي، يعني مثلا انت تاريخ، تمام؟ انا هضرب لكم بنفسي كتير، انا مثلا درست تاريخ عثماني، لكن لما جيت قدمت ما اخترت كتير تاريخ عثماني، اخترت تاريخ العلوم، فهل يلقى اخذوني تاريخ علوم؟ المسمى العريض تاريخ، لكن التخصص بعد ذلك بيكون يتغير لمجال فرعي، لكن انه تماما يفصلوك من تخصصك الاصلي نادرا ما تحصل. بالنسبة لشهادات التوصية، أنا أصلا بدرس في جامعة وعايز أقدم للبكالوريوس، ممكن أجيبها من دكتور من الجامعة ولا لا؟ في الجامعة ولا إلا الثانوي؟ لا طبعا ممكن تجيبيها من الثانوي، ممكن تجيبيها من الجامعة. أنا بقول ليه الجامعة؟ عشان يعني أكتر حاجة بتركز عليها المنحة التركية إنها تاخد طلاب أو شباب لما يرجعوا يكونوا أكاديميين أكتر، خصوصا المجالات العلمية. أنا آخذ شخص في المختبرات الطبية عشان ما يرجع يشتغل في جامعة السودان في كلية المختبرات الطبية مثلا، فانت لو تجيب له الخطاب التوصيه من استاذ عندك في الجامعه، ها معناه والله ده طالب اصلا مميز واساتذته والعلاقه بينهم كويسه وطالب مجتهد، فيبقى هو من الاحق انه يدرس عندنا ويرجع يفيد جامعته. لو داير ادخل البكالوريوس الا تكون عندي شهاده توفل او لا، ها توفل او ايلتس ما شرط، لكن زي ما قلت لكم ممكن اذا قبلوكم هتيجي تضيعوا هنا سنتين، فلتوفير الوقت الناس تمتحن امتحانها هناك وتجي تقدم وتتجاوز مرحلة إنها تدرس سنة تحضيرية للغة الإنجليزية كمان. طيب معادلة الشهادة الثانوية مطلوبة وتكون موثقة من الخارجية؟ أيوة معادلة، لا معادلة لما تجي هنا بيطلبوا معادلة أيوة، لكن أنت هناك بتوثقها في الخارجية بالترجمة، في عند مترجم محلف تابع للسفارة، بتوثقها من السفارة التركية في السودان حتى بعد ذاك تجي لتركيا، لكن طبعا آخر مرحلة يعني ما مطلوبة من الأول. أنت الآن لرفعك في السيستم ما مطالب بأنها تكون موثقة من جهة غير مكتب القبول أو الداخلية تقريبا بنسميه. طيب يا طيب جماعة، تفضل. فتحنا لكم الشات تاني، أسئلة مختصرة ومحددة وما تسألها قبل كده عشان الدكتور زمانه ضيق. تفضل. يا ريت تكون السؤال واضح. طيب دكتور ممكن أنت بس تتجنب الأسئلة المكررة والأسئلة ما واضحة وتركز على الواضحة، والناس طيب اللي تفضل. بيسألوا وبيمرقوا وما في داعي تجاوب على أسئلتهم، جاوب على الأسئلة بتاعت الناس الموجودين المنتظرين الإجابة عشان الزمن. اوكي هل 800 ليرة كافية بالنسبة لطلاب البكالوريوس؟ أيوة كافية، لأنه سلفا هم ياخدين منك السكن وياخدين منك التأمين الصحي ومقدمين لك تخفيض في كرت المواصلات، ف800 هي مكفية وزيادة بصراحة يعني، وخصوصا لو إنك جيبلك في مدينة أقل، مدينة صغيرة يعني، فحتى هتزيد يعني.
طيب إذا درست طب باللغة التركية بقدر أتخصص ولا شرط إنك ترجع بلدك بعد تخلص دراسة من الجامعة؟ ممكن تتخصص هنا لكن برضو تخصصهم باللغة التركية، شرط إنك تكون عارف اللغة التركية جيدا متمكن منها. الخيارات اللي بعد ذاك بيتيح لك إنه السودان أعتقد ممكن تتوظف بشهادتك الموجودة في الطب دي في المستشفيات مثلا التابعة لتركيا، مستشفى نيالة، المستشفى التركي وغيره، في نسب توظيف عالية جدا بالنسبة للطلاب حتى إنه راغبين في الحاجة دي. الأسئلة تانية يا محمد راحت مني فممكن نقفل شوية. طيب المنح الجزئية النسب فيها أقل بالنسبة اللي عايز يتقدم للتخصصات الأدبية، المنح الجزئية اللي هي مقدمة من ناحية الجامعات نسبة يعني على حسب شروط الجامعة قلت لك، يعني مثلا المنحة التركية محددة 75% ممكن عادي الجامعة تكون محددة 60% أو 65% وتكون طالبة اللغة الإنجليزية أو تكون طالبة معرفتك باللغة التركية وهكذا، يعني بتختلف من جامعة لجامعة. إلا تدخل الجامعة الوقفية نفسها وتشوف شروطها تحت المنح شنو، وإنها بتفتح امتحان ودي التفاصيل الدقيقة الخاصة بأي جامعة، فمع الأسف ما عندي بها اطلاع كبير النقطة دي. إذا قدمت بالإيميل قديم السنة عادي، ممكن الناس تقدم بنفس إيميلات بتاعت السنة اللي فاتت، حتى ممكن تقدم بنفس حسابات السنة اللي فاتت، يعني ما بالضرورة إنها تنشئ حساب جديد على موقع المنحة التركية، بس تقوم تضيف تعمل له إضافات تغذيه بشهادات جديدة أو بتغير خطة البحث فيه أو تغير خطاب الدافع، لأنه قد يكون عدم القبول من النقطة دي. الوضع المعيشي كويس جدا يعني بتقدر كل متطلباتك تأخذها، الوضع المعيشي بصراحة عموما كويس يعني. الشهادات اللي بتتاخد اونلاين من المنصات المعروفه بتكون معتمده، بتكون معتمده ايوه. الطب نفسي النظام العادي كم سنه؟ نفس النظام العادي الموجود في اي دوله 6 سنوات، معدلي 74 ممكن تقدم، ما بيأثر في حاجه، ممكن تقدم زي ما قلنا لك خطتك بتاعت البحث هي اللي بتحدد، او خطابك بتاع الدافع هو اللي بيحدد معدلك. في العاده احيانا ما بينظروا له كثير اذا هو واصل 75 او اكثر من 75. معدلي قال اكبر من 90% وعمري 22 سنه، كيف يحلوه؟ والله الله يعين، قدم برضه اذا فتحت معاك النوافذ الثانيه بتاعت الخطابات بتاعت الدافع وغيره معناها انت شخص محظوظ. بس طلع عن دراسة القانون في تركيا، دراسة القانون في تركيا هو ما يعادل الطب عندنا في السودان صراحة، برضه منافسات عالية شديد بالنسبة لدراسة الحقوق في تركيا، بيتم باللغة الإنجليزية دراسة القانون. اتخرجت قبل كم شهر من البكالوريوس، عايز تقدم للماجستير؟ اوكي ممكن تقدم للماجستير طبعا. هل ممكن أقدم المنحة من المدرسة التركية في السودان؟ أبدا، المنحة التركية شباب هي حاجة تابعة لرئاسة الوزراء التركية، تابعة للباشمهندس رئاسة الوزراء، ما لها أي علاقة بأي جهة تانية، يعني سواء كان مدرسة تركية سواء كان المركز الثقافي التركي ما عندهم دخل بالنقطة دي. أنت بتقدم بترفع حاجاتك كلها أونلاين، الناس اللي بيغيموك ما بيعرفوك أنت منو، او يعني ما بعرفوا خلفيه عنك، فبيقبلوك على حسب المعلومات اللي هي ظاهره عندهم. فالمنحه المدرسه التركيه ما لها علاقه بالنقطه دي فما تركزوا كثير. السي في بالنسبه لشهاده العمل التطوعي ممكن تعملها وتكتبها، والسي في كل ما خليته يكون غني كل ما كان احسن. انا في تركيا ممكن اقدر اوثق الشهاده من السفاره، مش السفاره التركية يعني في السودان ولا ما فهمت؟ إذا أنت سلفا أو أنت سلفا موجودة في تركيا ممكن توثقيها من الخارجية التركية اللي هي الجهة الأعلى من السفارة التركية أصلا في السودان، فما بيحتاج إنك توثقيها في السودان. ممكن أدرس لغة تركية من السودان وما أحتاج أدرس هناك؟ أيوة بالضبط كده، لما يكون المركز معتمد اللي هو المركز الثقافي التركي بتصل لحد آخر مستوى اللي هو الجيبير أو السي 1، لو أخذت شهادة من المستوى ده وجد بيها تركيا بتقدميها للجامعة اللي هي قبلتك، ومباشرة بتقدري تبدي الدراسة من غير ما تاخذ سنة تحضيرية بتاعت لغة تركية.
طيب، تقديم للدكتوراه في مجال المختبرات أو التعليم. مختبرات أو التعليم، نصيحتك. طيب، إذا كنت متزوج وعندك أطفال، دي برضو في خيار موجود كده، إنه هل أنت متزوج أو يعني الخيارات تقريبا هي كانت موجودة على حسب ما أتذكر، فدي تضيفيها هناك وما أعتقد بيأثر كثير، وهم في الآخر زي ما قلت لكم بيعانوا لشهاداتكم. لكن لما إنك تجي بأطفالك، فدي شوية السنة الأولى يمكن ما تقدري تجيبي معاكي، لأنه السنة الأولى بيفرضوا عليك إنك تسكني في سكن داخلي أو داخلية، فأنت مع الأطفال ما بتقدري. لكن السنة البعدية لأنه بيدوكي بدل سكن، فبعد ذلك بتقدر تأجر براك، تقدر تعيش حياتك براك، والموضوع بيبقى عادي لقدام. طيب، معليش فطينا سؤالكم، لو ممكن تعيدي أو ممكن تعيده مرة تانية. المراجع، أيوة المراجع، الأستاذ لما يجي يشرح ليكي بيشرح لك باللغة التركية، المصطلحات هي اللي موجودة، المصطلحات بتاعت الطب حتى أعتقد هي ما إنجليزي، هي لاتينية، المصطلحات هي ثابتة، لكن الأستاذ لما يجي يشرح ليكي بالتركي وأنت ما عارفة تركي وجاية تدرسي باللغة الإنجليزية، هيكون الموضوع بالنسبة لك صعب يعني. المراجع حتى أغلبها موجودة متركة يعني، موجودة باللغة التركية. ممكن يلغوا مني المنحة، ممكن يلغوا منك المنحة، بالذات في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الدراسة، إذا أنت ما واظبت على محاضراتك تقريبا 25% أو 30% إنك ما دخلت المحاضرات، بيخصموا أو بيكسموا منك المنحة 75% ل 50%. إذا ما قدمت عذر كويس ممكن المنحة تتوقف لحد ما تجيب لهم سبب أو ضامن إنه يخليك يفعلوا عليك مرة ثانية. ها، بالإضافة لإنه إذا ما نجحت، دخلت السمستر الأول مثلا ودخلت الامتحانات وما نجحت، بيدوك مرة تانية فرصة إنك تدخل السمستر الثاني إنك تنجح. إذا ما نجحت ممكن المنحة تتوقف منك. أيوة، المدن الصغيرة أحسن. هو عموما التعليم في تركيا عموما سواسية، يعني زي ما ذكرت لكم في البداية إنه كل الجامعات وكل المدن اللابات بتاعتها مطورة، المكتبات بتاعتها كبيرة وغنية، فما بتفرق. المدن الكبيرة بس لأنها فيها تزاحم بتاع ناس، إنه الطلاب الدوليين كلها عينهم على المدن الكبيرة، فعشان ما أنت تضمن أو إنك تلقى لك مقعد، كل ما مشيت لمدينة أصغر كل ما كان بالنسبة لك أحسن. يعني قدموا المدن الكبيرة ليه لا، لكن خدوها في الآخر، أو أنت إذا واثق من نفسك جدا ممكن تاخدها في الأول برضو ليه لا. الشهادة التركية في المستقبل ممكن تشغلني في دولة أوروبية، اللغة التركية هي بس موجودة في تركيا وبعض الدول التركية زي أذربيجان، دول تركستان وغيرها، يعني ممكن تشتغل بها في المدن التركية في الدول التركية. لكن في أوروبا يعني هي الشهادة ممكن في تركيا، في الدول الأوروبية ممكن تمشي بها مقيمة، لكن اللغة نفسها ما أتوقع، أو ممكن تشتغلي بها في المراكز التابعة لنفسها زي تيكا، زي المركز الثقافي التركي في كل العالم، عندهم 53 مركز حول العالم ممكن تشتغلي من خلالهم على حسب ما أعرف. طيب، إذا بعرف تركي وعندي شهادة، هل ممكن يخليني أتجاوز السنة الأولى بتاعت اللغة؟ طيب، إذا عندك لغتك التركية كويسة بس ما عندك شهادة، بتدخلي امتحان بتاع كفاءة أو قدرات، يعني دبلوكي وجيتي بتقولي يا جماعة أنا في تركي، دخلوني امتحان بتاع تحديد مستوى. لو أنت وصلت الامتحان أو أنت وصلت دخلت الامتحان والنتيجة بتاعتك طلعت C1، فانت طوالي معاف من دراسة اللغة، بتنتقل للمرحلة البعدية. اتمنى انه اكون ما تجاوزت اسئلة، اعتقد انه تجاوزت، لكن اذا في زول حسب انه تجاوزت سؤال ممكن يعيده مرة ثانية. اعتقد دي الاسئلة اللي انا شايفاها الان قدامي، اذا في زول عنده سؤال ممكن اتفضل. تقريبا بيادر او محمد، انا تقريبا غطيت كل الاسئله شايفاها قدامي، اذا في شايفين سؤال اللي انا ما شفته. طيب يا جماعة، نشكر الدكتور شديد.
دكتورة أها كفاية ولا تاري نفتح لك موجة من الأسئلة؟ والله يا أخي ممكن ناخذ تاني كم سؤال ونختم عليه، يعني تقريبا تمام حاولت إن أغطي كل الكلام. طبعا. المرة دي حنعملها غير ما حنفتح الشات، بنشوف بنقيم الناس اللي دخلوا بالأكاونت بتاعهم ما بالجست يوزر ورافعين يدهم. تقريبا في مروان عبد الحميد، مروان حنفتح لك الميكروفون. مروان الله يسامحكم. ايوه مروان، يلا غير تحت من الاعدادات، حولها من دوس علامة الاتصال دي، حولها من سماعة لميكروفون عشان تقدر تسأل الدكتورة. مروان ده رافع يده من جبال وشكله عنده سؤال. اوكي تفضل مروان. شوف طيب يا بيادر، ممكن تسألي انت لحد ما مروان ده يفتح الميكروفون. الناس تهتم بالخطة البحث جدا، تحاول تشوف المراجع اللي ممكن تاخذها في البحث بتاعها، وزي ما قلت لكم ما ملزم، ما بالضرورة انك تيجي تعمل نفس البحث اللي انت كتبته، بس اكتبه لهم قوي مقنع، اقنعه يعني كأنك شايل الورقة بتاع خطة البحث دي موديها لدكتور عندك في السودان عشان ما تقنع انه يقبلك كمشرف. نفس الحكاية، خيلوها كده وجهزوا الخطة بتاعتكم. ايوه نعم تفضلي. التقديم على المنحة أو على الأبليكيشن ما بيحتاج حاجة كثيرة، بس إنك تعمل أكاونت وعلى الأبليكيشن وتدخل، الحاجات بترفعها براها، يعني ما بالضرورة إنك تمشي لجهة تقول لهم قدموا لي، ما بالضرورة، أنت براك بتعرف الحاجة دي. بالإضافة لإنه الناس بعد ما تقدم تعمل كنترول دايما على الإيميل بتاعها. يعني أنا في فترة قبل ما أجي تركيا كنت موجودة في المركز الثقافي التركي، فالمعاينات كانت بتتم هناك، فالناس بعد ما يعملوا المعاينات والهيئة بعد ما ترجع لتركيا بيتصلوا بينا بيقولوا لنا والله يا أخي أنا شفت الإيميل بتاعي بعد فترة وإنه مرسلوا لي رسالة تحت القبول. فأعملوا تشيك دائما على الإيميلات بتاعتكم بعد ما تقدموا التقديم النهائي، وإن شاء الله ربنا تفضل يا يسهل مروان، عليكم. تفضل الميكروفون مروان. فتح لك. مروان سامعينك تفضل. فتح الميكروفون هو. طيب يا دكتور امشي الشات، انت شوف الناس اللي كاتبين اساميهم، دوسي فيهم واعملي انلوك، شوفي زو اختاري زول محظوظ تاني. مروان ده شكله ما عايز يسأل. طيب اخترت منه في طيب طريقة دعاء عادل، دعاء عادل دي رافعة يدها، دوسي في اسمها، اعمل لها اللوك وين أنا ما شايفة اسمه دعاء عادل. الليستة، رافعة يدها. بعدين يا دعاء تحت بتظهر لك الخيارات، غير من أنا سماعة لميكروفون أعذروني أول مرة أستخدم انت عامل لي الاب، بس هو مشكل. فأنتوا إذا شايفينها أو هي إذا سامعانا دعاء. في واحد قال احنا متصلين وما داخلين ضيوف، غطيته أسئلتنا، ما عارفة هل هو كتب سؤال مرة ثانية أو حد يسأل.
احنا زي الشكل وخيلاني نتكلم. تمام إن شاء الله. أنا عموما الإيميل بتاعي هرجع لكم مرة ثانية، الإيميل بتاعي موجود، إذا عندكم أي سؤال عايزين تضيفوه أو ممكن تتواصلوا مع الرابطة الطلابية السودانية، سواء كان رابطة طلاب إسطنبول، رابطة طلاب سكاريا، إذا كتبتوا على مواقع التواصل الاجتماعي عموما بتطلع معاكم، رابطة طلاب السوداني إسطنبول، رابطة طلاب السوداني سكاريا، رابطة طلاب السوداني أنقرة، ممكن تسألوهم في أي وقت، هم بيجاوبوكم وبيساعدوكم إن شاء الله. أنا هجيب لكم الإيميل بتاعي، ما في طريقة أسهل إنه أنا أرجع به. طيب هذا الإيميل بتاعي، ممكن تكتبوا لي في أي لحظة إن شاء الله، أحاول أرد لكم بإذن الله تعالى. إذا ما في حاجة، إذا ما في سؤال. أنا قاعد يسألوني في الخاص، لكن أغلبهم جيست يوزر وبيقول لي أفتح الميكروفون. هم كلهم جيست يوزر يعني، أنا عارفه كيف يعني، ما عارف. فالمرة الجاية إن شاء الله إن تعالوا شاء الله. باليوزرز بتاعكم. شكرا كثير يا دكتورة، ما قصرتوا، بارك الله يعطيك فيك، ألف شكرا عافية. لك وانت اللي اتاحتكم لنا الفرصة، لا وان لا شاء لا، الله عفوا. حاولنا، يعني حاولت ألخص، وان شاء الله أكون وصلت دائما الفكرة، ونتمنى نشوفكم مع ناس إن السنة شاء الجاية الله بإذن الله. أتمنى الناس تمشي في السوشيال ميديا، يعني تضع كومنت لطيف للدكتورة وللمجهود اللي بذلته معانا وما قصرت معانا. شكرا جزيلا، بارك الله فيك يا دكتورة. يا الله يكرمك. دعاء درس لي في الخاص، يا دعاء خش لي في تويتر أو تليجرام أو أي حتة، وبوجه للدكتورة تسأليها بما إنه اخترناك خلاص. تمام في إن شاء أمان الله، الله، شكرا يلا جزيلا، في شكرا.